أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المطلقة طلاقا رجعيا وهي حامل هل تعتد 3 أشهر أم أنها تعتد حتى تضع الحمل؟ عدتها وضع الحمل، قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو طلقها وهي حامل ثم بعد 5 دقائق ولدت خرجت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم.